مساء الخير عليكم، حلقة جديدة 90 دقيقة. النهاردة هيكون عندنا متابعة لزيارة السيد الرئيس السيسي لفرنسا، وكمان احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو 9 ديسمبر من كل عام. وغير كل ده عايزين نعرف قصة مستريح ديار بنجم اللي خد مليار جنيه من الناس، وغير كل ده عايزين نعرف المصريين سرشوا على ايه، يعني كان بيعملوا سرش على ايه اكتر حاجة في 2020 على جوجل، وطبعا على الفيسبوك دخلوا كتير وعملوا ترندات. عايزين نعرف الحاجات دي ايه، خلاص السنة بتخلص، عايزين نعرف اهم الحاجات اللي اهتم بيها المصريين في الفترة دي. فقرتنا النهاردة كمان هتكون مع العالم الدكتور وسيم السيسي، عالم الأثار، اللي هيتكلم معانا عن الموميا اللي كانت موجودة في العصر الملكي واللي هيتم نقلها من المتحف الحضارة، وهي هتتكلم عن عادات الفراعنة وتقاليدها والقصص اللي انتوا هتحبوا تسمعوها من ضيف متخصص زي الدكتور وسيم السيسي. يعني الحقيقة الفراعنة تاريخ طويل جدا، ناس كتيرة عارفة حاجات، لكن في متخصصين عارفين أسرار أكتر وأكتر عن حياة الموميا. كل ده هنعرفه من الدكتور وسيم السيسي، كمان الاكتشافات الأخيرة في الفترة الأخيرة، وكان فيها الحقيقة أسرار كتيرة. هنتكلم عن المتحف الكبير. أهلا بكم في 90 دقيقة. لازم تكون بدايتنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا اللي ما زالت مستمرة، وربما يكون النهاردة كان فيها مجموعة من اللقاءات المهمة. الجزء الأهم مع بعض الشركات العسكرية اللي بتتعاون مع مصر، منها شركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافال الحربية. واحنا عارفين انه مصر اشترت صفقة طائرات رافال بعد تولي الرئيس السيسي علشان تطوير القوات الجوية. كمان استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس ادارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية. نفهم تفاصيل اكتر عن العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا. معايا سيادة اللواء محمد الشهاوي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم والسادة المشاهدين. أهمية هذه اللقاءات من وجهة نظر حضرتك اللي بيعقدها سيادة الرئيس في زيارته لفرنسا. طبعا هي زيارة مهمة جدا من حيث التوقيت ومن حيث الدلالة ومن حيث الأهمية. فرنسا تعتبر أن مصر لها دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، وأن العلاقات الموجودة بين البلدين هي علاقات استراتيجية. عايز أقول لحضرتك أن فرنسا وألمانيا بتستثمر في أن تكون الجيش المصري محور رئيس لدعم الاستقرار في المنطقة. لماذا؟ لأنه بيحارب الإرهاب نيابة عن العالم وبيحارب الهجرة غير الشرعية. وبالتالي عندما الرئيس يجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذي شركة داسو للصناعات الجوية، طائرات الرافال بطائرات من سميها طائرات الجيل الرابع بتعمل خارج
العمق الحيوي لمصر تستطيع أن تنتقل إلى الإرهابيين وتدمرهم في أي بقعة خارج المجال الحيوي أو خارج الأمن القومي المصري أو خارج حدودنا. وبالتالي أيضا في مجال القوات البحرية، طب لقاءه يا فندم بالشركتين دول بالتحديد، نعم لقاء مهم جدا، الشركة التي تقوم بصناعة الطائرات الرابال والشركة الأخرى نابال التي تقوم بصناعة المعدات البحرية. احنا نعلم أن القوات البحرية المصرية هناك تعاون وثيق مع فرنسا وخاصة مع شركة نابال، خاصة يعني حاملتي الطائرات المسترال والفرقات الشبحية جوين، كل تصنيع مشترك ما بين مصر وفرنسا من خلال هذه الفرقتات، يعني تم تصنيع 3 فرقتات بالتعاون مع الجانب الفرنسي في ترسانة البحرية، ترسانة البحرية بالإسكندرية. وبالتالي بنقول أن فرنسا تعلم أن مصر بتحارب الإرهاب، بتحارب هجرة غير شرعية، هي لها استقرار، هي تحافظ على الاستقرار في المنطقة الشرق المتوسط وفي الشرق الأوسط، وإحنا نعلم أن هناك دول بتقوم باستفزازات ضد دول الشرق المتوسط، وبالتالي بالله أن هناك توافق في الرؤى. أنا بقول أنه طفرة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية في المجال العسكري على وجه الخصوص، والتصدي، هناك رؤية موحدة للتصدي لقوة إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الإرهابية، وبالتالي بنجد أن فرنسا ومصر هم من يقومون بفرض الاستقرار على مثل تلك الدول التي تدعم الإرهاب. وإحنا شفنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة أعطى رسائل كبيرة جدا بأن مصر وفرنسا هناك شراكة استراتيجية لصالح البلدين ولصالح أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. يعني أهم ما يميز هذه الزيارة سيادة اللواء محمد الشهاوي هو التعاون في كل المجالات، مجالات سياسية وأيضا لقاءات اقتصادية، بالإضافة إلى أيضا اتفاقات عسكرية، ودي مهمة جدا. وكمان الجانب الثقافي كان حاضر وموجود في هذه الزيارة، فالحقيقة واضح أنها كانت زيارة شاملة كاملة بكل الموضوعات ودعم العلاقات بين مصر وفرنسا. بشكر حضرتك. هي شراكة استراتيجية بين الدولتين. نعم، بشكر حضرتك سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. احنا لسه معاكم في أوروبا. النهاردة في بيان صدر عن زعماء الاتحاد الأوروبي ان في عقوبات هيتم فرضها على نظام أردوغان وبعض الشركات التركية اللي بتنقب في منطقة شرق المتوسط المتنازع عليها. احنا عارفين انه أردوغان عنده حلم كبير جدا وهو التنقيب والسيطرة على الغاز في شرق المتوسط، علشان كده تدخل في ليبيا وقبرص والمياه الخاصة باليونان. لكن الحقيقة الاتحاد الأوروبي النهاردة عمل وقفة وأصدر بيان بفرض غرامات، فرض غرامات كبيرة وعقوبات على أردوغان. احنا هنشوف ده هيحصل ولا لا، هل ده كلام ولا فعلا البيان هيكون له تنفيذ وهيكون له تفعيل على أردوغان. معايا من ألمانيا أستاذ حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني. مساء الخير يا فندم أستاذ حسين. أهلا فندم، كيف؟ أهلا بحضرتك، مساء النور. عايزة أعرف تفاصيل وكواليس صدور هذا البيان على فرض عقوبات على أردوغان. أنا شايف إن البيان، ألو
يبدو ان في مشكله عند الاستاذ حسين في الاتصال، هنحاول ان احنا نتصل بيه تاني، لكن يعني احنا الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا، ودي اللي بتفسر كل تصرفات اردوغان في الفتره السابقه ودخوله ليبيا ومحاوله يعني الصراع في المنطقه، وايضا الاعتداء على قبرص وعلى اليونان في حقوقهم المائية، كل ده علشان يوصل إلى الغاز في شرق المتوسط. أستاذ حسين. أيوة يا فندم، حضرتك كويس. يعني كنت بسأل حضرتك عن كواليس هذا البيان الصادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض عقوبات وغرامات كبيرة على أردوغان. وطبعا كانت المانيا او من خلال وساطه المانيه كان في مهنه مقدمه للاداره الاوروبيه لحد نهايه شهر اكتوبر. نعم. كل حاله اختلاف بين احنا المشكله دي فتره طويله جدا، وفي نفس الوقت الاداره التركيه لم تتخذ اي خطوه دبلوماسيه او لم تتجه الى اي حل سياسي، وبالتالي كان من الضروري النهارده ان زعماء الاتحاد الاوروبي تفكر في قرارات تصعيديه او اكثر صرامه علشان تقدر طبعا تحمي سياده دولها وتحمي مصالحها بعد طبعا التصرفات اللي قامت بيها الاداره التركيه. يعني احنا لاحظنا الشهور اللي فاتت استفزازات مستمره في ملفات كثيره جدا، زي ما شفنا فتح الحدود التركيه اليونانيه برغم وجود اتفاقيه بخصوص اللاجئين، وهو كان بيستخدم هذا الكارت كضغط على اليونان. شفنا ارسال سفن تنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، والسفن بتاعته او السفن الخاصه التركيه تعدت على البرج القاري الخاص باليونان، وده يعتبر تعدي على سياده دوله ذات استقلال طبقا للقوانين الدوليه والاعراف الدوليه. في نفس الوقت شفنا تدخلاته الغير مفهومه وغير مقبوله في الملف السوري وفي الملف الليبي ونشر المرتزقه وحاجات كثيره جدا. كل دي امور بدات تبقى واضحه للجميع هنا، وبدات تبقى تركيا ما تبقاش الشريك اللي يمكن الاعتماد عليه. يعني ممكن تختلف الرؤى في بعض الملفات، ممكن تختلف المصالح، ولكن تظل الشراكه مستمره، ولكن تركيا النهارده ما بقتش الشريك اللي ممكن يتم الاعتماد عليه. ده طبعا بيعكس الوضع السياسي داخل تركيا. يعني احنا شايفين في حاله من الغضب داخل تركيا، بدات شعبيه رجب طيب اردوغان تقل حتى بعد تعاونه مع اليمين التركي. حتى في الاحصائيات الاخيره ما يقدرش يجيب اصوات اكثر من 46%، يعني بعد ده كله هو مش هيقدر يحقق الاغلبيه المطلقه اللي كان متعود عليها، وبالتالي محتاج النهارده ان هو يوحد صفوف الشعب التركي سواء معارضه او مؤيدين خلف قضيه قوميه، وهو بيحاول النهارده يصور للمواطن التركي ان المصالح التركيه والحقوق التركيه بيتم الاتباع عليها، عشان يرسم المواطن التركي النهارده عن المشاكل الاقتصاديه اللي بتمر بيها تركيا ويوحد صفوفهم من خلال قضيه قوميه. طبعا يعني حضرتك تتوقع انه اردوغان ممكن يراجع نفسه، يراجع قراراته، يغير سياسته بعد هذا البيان؟ يراجع قراراته وخطواته. ده شفناه في تصريحاته الاخيره اللي تم نشرها من خلال ممثلين الحكومه بتاعته على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام او الفيسبوك، وشفنا اللهجه اللي بيتكلموا بيها اتغيرت الى حد ما. ولكن احنا مش يعني المواقف او القضايا اللي زي كده لا تعالج من خلال الانستغرام او الفيسبوك. في قضايا كثيره جدا، قضايا مهمه جدا، منها ما يتعلق بالامن الاوروبي والسياده الاوروبيه، وبالتالي نحتاج مواقف. نحتاج النهارده ان تركيا تسحب ايديها من الملف الليبي، تسحب ايديها من الملف السوري، تسحب مراكبها من المياه اليونانيه. بيبقى في النهارده التزام في الاتفاقيات الموجوده ايضا على صعيد ملف اللاجئين وغيره، والا هيبقى في طبعا عقوبات اقتصاديه. يعني النهارده واللي انا متاكد منه ملف الاعفاء الجمركي اللي كانت بتسعى اليه تركيا مع دول عديده جدا داخل الاتحاد الاوروبي، ده يعتبر ملف منتهي تماما. فكره انضمامه للاتحاد الاوروبي فكره غير قابله للتثبيت. بشكر حضرتك أستاذ حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني،
والنهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، علشان كده أقامت هيئة الرقابة الإدارية احتفال كبير حضره رئيس الوزراء، اللي أكد أن مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية عدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واللي أطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ونتج عنها الحقيقة كتير من القرارات اللي ساهمت في الحد من أشكال الفساد ومخاطر هذا الفساد. خلينا نقول معانا على التليفون مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات. مساء الخير يا فندم. خير يا فندم، أشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة. أهلا حضرتك. يعني طبعا في الفترة الأخيرة مصر تقدمت كثيرا في مجال مكافحة الفساد، أهم هذه الشواهد يا فندم والجهود اللي قامت بها الدولة في الفترة الماضية. هو الحقيقة أنه قدرة الدولة المصرية على مكافحة الفساد مرتبطة بشكل كبير بالتحول إلى مجتمع رقمي وبناء مصر الرقمية التي نسعى جميعا كدولة بمختلف أجهزتها سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو غيره إلى بناء هذا المجتمع المدني، بناء مصر الرقمية. بطبيعة الحال الميكنة ورقمنة الإجراءات الحكومية وإعداد منظومات لتقديم الخدمات الحكومية على نحو مميكن بيسهم مساهمة فعالة في مكافحة الفساد. يمكن أطلقنا قبل أسابيع بشكل تجريبي منصة مصر الرقمية اللي عليها مجموعة من الخدمات، تعاونت عدد من الوزارات في تقديمها، وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، ووزارة التموين. هذه الخدمات تؤدى بشكل كامل من خلال الانترنت، وبالتالي فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وإعداد أسلوب سهل ميسر محوكم للمواطن لتلقي هذه الخدمات يسهم مساهمة فعالة في مكافحة. يعني معالي الوزير، وزارة الاتصالات الحقيقة بتقوم بجهد كبير في ملف الشمول المالي والميكنة والتحول الرقمي. يعني ازاي هذه المجالات تقدر ان هي تواجه الفساد حاليا؟ زي ما قلت لحضرتك، يعني هو التحول الرقمي هو من شأنه ميكنة الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن، ومن ثم يحصل عليها المواطن دون تدخل من عوامل قد تؤدي الى انحراف. يعني هذا الانحراف نقطع دابره بميكنة هذه الاجراءات وتقديمها بشكل حديث تكنولوجي سهل ميسر. طيب يا فندم، هل من وجهة نظر حضرتك مكافحة الفساد هل هي في احتياج لتشريعات أخرى؟ يعني لست مسؤولا عن هذا الملف بالطبع، هناك من هم أقدر مني بالحديث عن الإصلاحات التشريعية ومدى يعني احتياجنا لها. يعني تمام، يمكن احنا في مجال بنتمنى لحضرتك كل التوفيق يا فندم. بشكر حضرتك، جهد كبير من المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، ألف شكر لحضرتك. كان في النهاردة اجتماع مجلس الوزراء استعرضت فيه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد موقف الوزارة من مشروعات تحويل المخلفات البلدية لطاقة، وده الحقيقة احنا بنعتبره توجه جديد من الدولة في هذا الملف. معانا على التليفون الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. مساء الخير يا دكتور ياسمين. اهلا دكتورة جيهانة، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني اشرح لنا هذه الخطة اللي ممكن انتوا تقدموها في هذا المجال. دكتورة جيهان، احنا طبعا في منظومة ادارة المخلفات البلدية، منظومة جديدة بنتكلم على بنية تحتية وبنتكلم على عقود تشغيل ودعم مؤسسي. دول الثلاث برامج الخاصين بالخطة اللي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية.
بالنسبة للبنية التحتية احنا بنتكلم على من اول الجمع والنقل للمحطات الوسيطة لحاجة اسمها المصانع بتاعة المعالجة والتدوير. المعالجة والتدوير اللي معروف عنها او اللي موجود عندنا هو نوع المخلف اللي بتاخديه وبتعملي له تدويره بتطلعي منه سمات او وقود بديل. لكن في تكنولوجيا جديدة هو ده يا فندم اللي مقصود بيه المخلفات البلدية. المخلفات البلدية بنتكلم على القمامة نفسها. أيوه. فاحنا هنا بنتكلم على تكنولوجيا هي جديدة على مصر بس مش جديدة على العالم، وهي احنا بناخد المخلفات بنحطها في محطة معالجة زي محرقة وبتطلع طاقة كهربائية على الشبكة. الحقيقة ده عشان نقدر ان احنا نعمله كنا محتاجين زي تغذية الكهرباء، محتاجين نفس القصة لحافز استثماري للقطاع الخاص بحيث انه يحول هذه المخلفات لطاقة، يبقى موضوع مربح لي. محتاج تكلفة جامدة يا دكتور ياسمين؟ محتاج تكلفة جامدة، بس كان الموضوع محتاج حاجتين. الحقيقة الاول محتاج قرار من مجلس الوزراء بحاجة اسمها التعريفة، زي تعريفة التغذية بتاعت الكهرباء طلعنا تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة وهي 140 قرش للكيلو وات، بمعنى ان انت كمية المخلفات اللي بتاخديها وبتحرقيها كل كيلو وات بتدخليه على الشبكة بتبقى التكلفة بتاعته 140 قرش. فده كان محتاج قرار من مجلس الوزراء طلع في أواخر العام الماضي قبل صدور حتى قانون المخلفات، وده كان الحافز الاستثماري اللي على أساسه عملنا طلب اهتمام للمستثمرين. تقدمت إلينا 93 شركة ما بين شركات مصرية وشركات أجنبية بالتكنولوجيات المختلفة بتاعتها، وطبعا الملاءة المالية والاستثمارات والتجارب بتاعت هذه الشركات لو عملت التكنولوجيا دي أو استخدمتها في دول أخرى. وعملنا تصفية للكلام ده، نجح حوالي 50 شركة، وابتدينا ان احنا نشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل التكنولوجيا دي وننفذها في مصر. وطبعا دي بالنسبة لنا غير انها حاجة جديدة وغير ان هي مكلفة، هي من ضمن البدائل اللي احنا بنضعها لمعالجة المخلفات. الطبيعي ان احنا بناخد المخلفات وبندورها، بتعملي عمليات فرغ، بتعملي اعادة تدوير مرة اخرى للبلاستيك للورق، بتعملي اعادة تدوير المخلفات تطلعي سماد او وقود بديل. لكن فكرة ان انت تطلعي طاقة على الشبكة هي دي الفكرة الجديدة واللي لها خصوصيتها برضو، بمعنى ان هي بتتحط في اماكن بيكون هناك احتياج ليها، بمعنى محافظات معينة فيها كمية مخلفات كبيرة ملهاش ظهير صحراوي، التربة بتاعتها سهل ان انت تعملي فيها مدافن بطريقة سهلة وما الى اخره. فكل ما قطرنا البدائل بتاعتنا اللي نقدر نستخدمها مع اختلاف طبيعة المحافظات، طبعا في جمهورية مصر العربية كل ما ده كان بيشجع اكتر القطاع الخاص وكل ما بيدينا فرصة لنجاح هذه المنظومة الجديدة اكتر. معايير اختيار الشركات يا دكتور ياسمين؟ احنا طبعا اخترنا الشركات بناء على ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة التكنولوجيا الفنية، لان كان في لجنة فيها خبراء فنيين وفيها اساتذة من الجامعة واللي اشتغلوا قبل كده على الموضوعات دي، في مثلا موضوع التغذية بتاعت الكهرباء، فالتكنولوجيا الفنية هي كان لها اعلى طبعا نوع من انواع التقييم. الجزء الثاني القدرة والملاءة المالية بتاعت هذه الشركات. ثلاثة الشركات دي ودخولها مع شركات أخرى أجنبية، هل الشركات دي قامت بتقديم هذه التكنولوجيا وأثبتت جدواها في دول أخرى ونجحت ولا لا؟ كان برضو دي من ضمن المعايير اللي احنا حطناها لاختيار الشركات، والقدرة طبعا على ان يكون لديها استثمارات انها تقدر ان هي تضخها في جمهورية مصر العربية في هذا المجال عشان تقدر تقوم بإنشاء المحطة بتاعت المعالجة. هو بس في مشكلة دكتور ياسمين طبعا أكيد حضرتك عارفاها، إنه في الفترة اللي فاتت كان في يعني بعض الشركات التجربة معاها ما كانتش إيجابية. في الجامعة. في جامعة القمامة. لا، ما إحنا عندنا كذا مرحلة، عندنا ثلاث مراحل لمنظومة المخلفات دكتورة جيهان. عندنا مرحلة جمع ونقل ودي اللي هي بتجمعي من البيت، وعندنا مرحلة المعالجة
اللي هي بتعملي تدوير او تحويل مخلفات لطاقه، والمرحله الثالثه اللي هي المداخن وتشغيل هذه المداخن. في كل الحالات دي معلومه مهمه برضو حضرتك محتاجه تعرفيها، ان المنظومه الجديده غير ان هي يعني هتاخد وقت مش في التجربه بتاعتها ولا في انشاء هذه المصانع، في تطلعي البنيه التحتيه على مستوى الجمهوريه. يعني بمعنى ايه؟ عارفه لما عايزه تبني بيت، انت ممكن يكون عندك البيت بس محتاجه ترمميه وتقولي طب انا هشغله صح او هديره صح. احنا في منظومه المخلفات ده مش موجود، فاحنا لسه من اول السنه اللي فاتت مش احنا كوزاره البيئه، طبعا وزاره التنميه المحليه والمحافظات هي اللي بتقوم بده، بتبني البنيه التحتيه اللي على اساسها هيجي القطاع الخاص يقدر ان هو يقوم بهذه العمليه. لكن في المخلفات لطاقه الموضوع مختلف، ان القطاع الخاص هيجي باستثماراته هيعمل عمليه الانشاء للمصنع والتشغيل والاداره. قصاد ايه الكلام ده؟ قصاد ال 140 قرش بالكيلو وات، وقصاد ان المحافظه توصل له المخلفات لغايه باب المصنع. بالنسبه يا دكتور لجميع القمامه اللي موجودين في الشوارع، هل هيدخلوا ضمن هذه المنظومه؟ حضرتك جميع القمامه طبعا بيخشوا في الجزء الاولاني من المنظومه اللي هي عمليات الجمع والنقل. في اطار المنظومه الجديده دي احنا زي ما بنقول ان القطاع الخاص بنطلق العنان ليه عشان يقدر يشتغل في المرحله الثانيه اللي هي بتاعه التدبير، احنا برضو مهتمين جدا بمتعهدي تقديم الخدمه بتاعه الجمع والنقل. فبدانا بالفعل باعداد الدراسه اللازمه بالتعاون طبعا مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع وزاره التخطيط من خلال الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ان احنا بنحاول دلوقتي ان احنا بنعمل موقع الكتروني يسجلوا ليه يخشوا تحت غطاء الحمايه الاجتماعيه، هيبقى لهم رخصه لمزاوله هذه المهنه وهيكون لديهم مسمى في البطاقه. فدخول القطاع غير الرسمي في المنظومه كقطاع رسمي جنبا الى جنب مع القطاع الخاص مع دور الحكومه في عمليات بناء البنيه التحتيه هي منظومه متكامله. بنعملها وشغالين فيها الحقيقه، واللي حط الاساس فيها برضه عشان تبقي عارفه بدون قانون، عشان برضه يبقى الموضوع واضح، ما كناش هنقدر نعمل ده. عشان كده في خلال السنتين اللي فاتوا كان مهم جدا ان الحكومه تضع الاساس التشريعي لدور، وهو قانون تنظيم اداره المخلفات بجميع انواع المخلفات، ليست المخلفات البلديه فقط بل مخلفات زراعيه، مخلفات طبيه والكترونيه. وده الحمد لله طلع من مجلس النواب في الدوره اللي فاتت وتم التصديق عليه من فخامه رئيس الجمهوريه، وشغالين دلوقتي في اللائحه التنفيذيه. طيب دكتور ياسمين، يعني يمكن المحافظات القمامة فيها مش قليلة، هل في محافظات هيكون البداية معاها الأول؟ احنا شغالين البنية التحتية الحقيقة من اختصاص وزارة التنمية المحلية مع المحافظات. احنا الشغل بتاعنا احنا كوزارة بيئة ان احنا عندنا جهاز تنظيمي، ده اللي طلع من قانون المخلفات اسمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، زي جهاز مرفق الاتصالات كده، بينظم العملية وبيضبط السوق وبينظم دور الفاعلين. أما التنفيذ مع البنية التحتية فالمحافظات كلها التنمية المحلية شغالة فيها في وقت واحد، بمعنى إن مفيش أولوية لمحافظة محتاجة تبني البنية التحتية، فمش هنقول هنبتدي بدول الأول ودول يستنوا، أنت فاهمة أنا قصدي إيه؟ فبتبتدي البنية التحتية كلها على مستوى الجمهورية من خلال وزارة التنمية المحلية في وقت واحد. طب امتى حضرتك نقدر نقول ان احنا هندخل في يعني حيز العمل او حيز التشغيل؟ التشغيل بتاع البنية التحتية يمكن على اخر السنة دي، احنا في حاجات اوريدي ابتدت تخلص في البنية التحتية من السنة اللي فاتت. التنمية المحلية شغالة فيها 17 مدخن وعندنا حوالي 18 ل 20 محطة وسيطة على 6 مصانع، دول شغالين اوريدي يعني ابتدوا ان هم يخلصوهم وهيبتدوا يطرحوا للقطاع الخاص مع استكمال هذه المنظومة في خلال آخر 2021، واستكمال بقية البنية التحتية اللي هي المخلفات لطاقة دي بتاخد لها 18 شهر من يوم المستثمر ما بيخش. فعندنا كذا يعني جزء من البنية التحتية هيخلص على التوالي. يعني يا فندم بنتكلم حوالي على سنتين ونص كده؟ سنتين ونص من أول ما ابتدينا إن شاء الله، ان شاء الله من 2019، نص 2019.
كل التوفيق لحضرتك دكتورة ياسمين فؤاد، ألف شكر يا فندم على هذه التفاصيل. الرئيس السيسي الحقيقة بيولي هذه الملفات أهمية كبيرة وأولوية كبيرة، موضوعات كتيرة، القمامة، الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، يعني مهم جدا. وإحنا بنتكلم على مصر وعلى الصناعات اللي بيدعمها الرئيس السيسي، نتكلم عن السيارة الكهربائية المصرية اللي المفروض بينتج منها أعداد كبيرة خلال الفترة القريبة جدا. عملنا إيه في مستقبل صناعة السيارات؟ ده اللي هنعرفه من سيادة الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. مساء الخير سيادة الوزير. أهلا بحضرتك. أهلا معالي الوزير. وصلنا لحد فين يا فندم في مستقبل صناعة السيارات الكهربائية؟ احنا بقالنا فوق السنة تقريبا في مرحلة الدراسة، حطينا ايدنا في ايد شركة صينية، هي عندها شراكة مع شركة يابانية. الشركة انتجت تقريبا 7%، الشركة اليابانية يعني انتجت 7% من عدد السيارات اللي هو في السوق في العالم، يعني حوالي 7 مليون، هي انتجت 500,000 سيارة احتفلت بيهم الشهر اللي فات. السيارة الشركة الصينية اكتسبت خبرة كبيرة وقدرت تطور في السيارة الأصلية، ودي السيارة اللي احنا بنجيبها اللي هي يعني تعتبر متوسطة، لا هي رخيصة ولا هي غالية، بتعمل 400 كيلو في الشحنة الواحدة، وده رقم كويس. في طبعا حاجات بتعمل 600 و650 كيلو، فاحنا قررنا ان احنا نروح بالسيارة يعني اللي هي تستحمل التشغيل التجاري من تاكسيات واوبر وخلافه، وفي نفس الوقت يعني سعرها يبقى معقول. يعني اسعار السيارات الكهربائيه يا فندم احنا عارفين ان هو يمكن بيتحدد بعد التصنيع، لكن بالنسبه لاصحاب السيارات العاديه هيقدروا يستبدلوا سياراتهم بسيارات كهربائيه؟ لا يستبدلوا لا، يعني خدي بالك احنا بنتكلم عدد السيارات في مصر الملاكي فوق ال 4.5 مليون عربيه، فقصه الاستبدال والكلام ده مش يعني هي هتتاخد مراحل. المشروع اللي احنا بنعمله، اولا استهلاك العربيات في السنه في مصر العربيات الجديدة يعني كلها 200,000، السوق على رغم ان احنا يعني 100 مليون انما الطلب على السيارات مش بنفس تعداد السكان. ال 200,000 بتتصنع منهم او بيتجمع منهم حوالي 60,000 في مصر والباقي بيتم استيراده. كل السيارات اللي بتتعمل النهارده اللي بتتجمع في مصر نسبة التصنيع فيها حاجة في حدود من 30 ل 40%، وكلها اللي هي المحركات الاحتراق الداخلي. لما جينا احنا ننافس قلنا لا احنا ضروري نروح لحاجة للمستقبل، والمستقبل بلا شك هو رايح للكهرباء. يعني يقدر ان سنة 2030 هيبقى عدد السيارات اللي بينتج في الكهرباء قد اللي بينتج من السيارات الاحتراق الداخلي. احنا رحنا لأحدث ناس واكتر ناس عندهم خبرة وتكنولوجيا عاملين انه يحصل توطين للتكنولوجيا. بنبتدي بنسبة مكون محلي من 54 ل 58%، وبنأمل ان احنا مع ان احنا نعمل يعني ريسيرش اند ديفلوبمنت مع الصينيين، ونقدر نوصل بإذن الله ان احنا نصنع جزء من البطاريه بحيث ان احنا نصل لمستوى 80-85% تصنيع محلي في خلال سنوات قليله. الف شكر يا فندم، بشكر حضرتك معالي الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال. فاصل قصير ونرجع نواصل معاكم اخبارنا. النهاردة كشفت شركة فيسبوك أبرز الموضوعات اللي ناقشها المستخدمين خلال 2020 عبر المنصة، شملت موضوعات انفجار بيروت، ظهور فيروس كورونا، مباراة الأهلي والزمالك. وفي مصر كشفت شركة جوجل
أكثر الموضوعات بحثاً عنها المصريين على مدار 2020، كانت أكثر الأسئلة اللي بحث عنها المصريين عن نصيحة عن فيروس كورونا، يعني كيف أتمرن في المنزل عن يعني إن أنا أعالج نفسي من فيروس كورونا في المنزل، كيفية كتابة السيرة الذاتية، أفكار عشاء صحي سريع، نصائح للحفاظ على البيئة، مقدمة بحث عن كيفية صلاة العيد وطريقة عمل الكنافة. إيه بقى الأغاني الكتيرة اللي كانوا بيبحثوا عنها المصريين؟ عود البطل، بنت الجيران، مهرجان هلا والله، عود البنات، شمس المجرة، مع السلامة على اللي عايز يمشي. أما المسلسلات الأكثر بحثاً فهو مسلسل الاختيار وما وراء الطبيعة ومسلسل البرنس، مسلسل النهاية. أما المشاهير والشخصيات العامة الأكثر بحثاً من قبل المصريين حنين حسام، حسن شاكوش، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، أحمد بسام زكين. طيب دي مؤشرات كتيرة على فكرة ممكن نفهمها يعني عن سلوك المصريين في الفترة الأخيرة، سلوك الناس. معايا على التليفون معايا الأستاذ خالد البرماوي الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات. أستاذ خالد مساء الخير. أستاذ خالد، أستاذ خالد البرماوي، يعني ذوق المصريين احنا بنعرفه أو سلوك المصريين بنعرفه من الترندات اللي حصلت على الفيسبوك. طيب زي ما حضراتكم شايفين ده الإحصائية اللي كانت قدامي، يعني الأغاني كلها كانت أغاني مهرجانات، أغاني المهرجانات هي اللي تصدرت هذا العام الموقف كله، يعني عكس بقى اللي احنا كنا بنشوفه وعكس كل اللي بيتقال انه اغاني المهرجانات غلط وان هي هتتوقف وان هي محدش هيسمعها وان هي بتبوظ ذوق المصريين. احنا لقينا انه الترندات اللي حصلت على الفيسبوك هي كلها اغاني مهرجانات. الابطال يعني النجوم بتوعنا زي عمرو دياب وتامر حسني وحمائي وكل اللي احنا متعودين عليهم، وطبعا الكينج محمد منير، الناس دي كلها طبعا هم موجودين على الساحة وبيتشافوا كل حاجة، لكن أغاني المهرجانات والترندات هي اللي كانت مسمعة أكتر أو عملت رؤية أكتر أو مشاهدات أكتر على السوشيال ميديا. طيب ده يبين أن ذوق المصريين بيختلف من فترة إلى أخرى أو من سنة إلى أخرى. السنة الجاية احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يظهر ويغير ذوق المصريين. معايا المهندس محمد سعيد خبير تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا باشمهندس. ألو مهندس خالد البرماوي، في مشكلة في الاتصال. اهلا اهلا استاذ خالد. اهلا انا زي حضرتك عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. يعني الحقيقه انا استعرضت كل المؤشرات اللي موجوده على الفيسبوك وعلى جوجل، وده بيوضح ذوق المصريين خلال 2020 او سلوك المصريين او طباعهم اختلفت من شكل لشكل. فتعليق حضرتك ايه على ده؟ يعني بصي 2020 كان سنه يعني مختلفه بكل المقاييس، اولا لان كم الوقت اللي المصريين قضوه على الانترنت وعلى السوشيال ميديا عشان كورونا كان كبير جدا، فتضاعفت الارقام بشكل كبير مش اقل من 30 او 35% نسبه زياده نشاط المصريين على الانترنت بشكل عام. الاتجاهات كان اغلبها طبعا رقم واحد كورونا بكل تفاصيلها الصحيه وتفاصيلها الاجتماعيه والامور، حالات الوفاه، الكوميديا، الكوميكس، كل الكلام ده كله.
على مستوى الفن شفنا دولتين، ومش بعيد على فكرة احنا بقالنا فترة كبيرة جدا بنشوف ان اغاني المهرجانات هي الاغاني السائدة على ذوق مش هقول المصريين بس ذوق اغلب المصريين، خاصة من شريحة الشباب والاجيال اللي هي اقل من 25 سنة. عود البطل واغنية بنت جيران ورقم 3 و4 على فكرة برضو اغاني مهرجانات، محمد رمضان، محمد صلاح، مرتضى منصور، دي من اهم الشخصيات. مسلسل الاختيار كان اعتقد كان برضو دي حصيلة كبيرة جدا مع مسلسل البرنس. على مستوى الاحداث الكروية عندنا مباراة الاهلي كان ليها شعبية كبيرة، الاهلي مع الرجاء والاهلي مع الزمالك، فيعني بشكل عام ما كانتش امور مستغربة. يمكن شوية كمان كان في اتجاهات ليها علاقة بالشأن الدولي، يعني مثلا لما يكون انفجار بيروت كان من ضمن الاحداث اللي اهتمت بيها الشبكات الاجتماعية بشكل كبير في مصر وحصل تعاطف كبير جدا. برضو الحملة بتاعت بلاك لايف ماترز الأمريكية برضو كان فيه اهتمام كبير جدا من المصريين للتعاطف مع قتل جورج فلويد الشاب الأمريكي الأسود اللي كان متهم إن هو كان بيسرق حوالي $10 أو بيزور $10. الانتخابات الأمريكية برضو كان فيه اهتمام كبير جدا بيها، فما أعتقدش كانت مفاجأة الأرقام، لكن هي بتعبر بشكل كبير جدا على مليارات الساعات اللي بيقضيها المصريين على الشبكات الاجتماعية والإنترنت بشكل عام. يعني أنا توقفت حضرتك عن نصائح لعلاج فيروس كورونا، هل المعلومات ما كانتش متوفرة فبالتالي ده كان الأكثر بحثا على السوشيال ميديا للوصول لنصائح لعلاج فيروس كورونا؟ يعني خلينا نقول ان المصريين في بداية الأزمة او في بداية أزمة فيروس كورونا كان السؤال في الأول على الفيروس نفسه، هل هو حقيقي ولا كذب ولا مؤامرة، هل هو ممكن يصل الى درجة انها تبقى جائحة، وكان في مسافة لانه في مصر كان الحمد لله احنا قعدنا حوالي تقريبا شهر ما بيننا وما بين معظم الدول الاوروبية اللي بدأ يجي لها الفيروس، احنا يمكن جالنا في وقت متأخر شوية على النص الثاني من فبراير، فده يمكن سمح لينا ان احنا يكون عندنا استعدادات افضل. بعد كده بدأت المصريين لما بدأت تشوف حالات الحالات بدأت تزيد بدأوا يشوفوا على طرق للتعامل، طبعا طلعت كتير جدا وصفات شعبيه وطلعت كتير جدا حاجات خزعبليه، لكن انا في اعتقادي عمليه الوعي زادت، لان المصريين لما يتعاملوا مع حاجه زي فيروس كورونا الموضوع مرتبط بحياتهم. ففكره ان انا اعتمد على الاخبار المفبركه او المعلومات المفبركه على امر ليه علاقه بصحتي، انا في اعتقادي ان ده يعني ما كانش منتشر كتير. احنا ممكن نبدأ اشاعات ليها علاقه بالفنانين عمرو دياب ودينا شربيني، اشاعات مش هتفرق معايا في حياتي الشخصيه كمواطن ان ده حقيقي ولا غلط، لكن هيفرق جدا معايا في حياتي لو ان انا صدقت او تفاعلت مع اشاعه ليها علاقه بفيروس كورونا، علاج خاطئ، تعامل. في بعض الناس للاسف يعني ما كانش نسبه كبيره، بس في بعض الناس تعاملت مع المارس بطريقه خاطئه وكان رد الفعل طبعا عليها مضاعفات كبيره جدا. بشكر حضرتك استاذ خالد البرماوي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات. يعني الحقيقة انه الموضوع ده محتاج قعدة، محتاج ان احنا نجيب المتخصصين ونعمل لقاء ونعرف ليه اذواق المصريين اختلفت في هذه الفترة او في هذا العام، وليه الناس بتدور على حاجات معينة سواء في الاغاني سواء في المعلومات سواء في النصائح المنزلية. يعني في حاجات كتيرة اختلفت في أفكار المصريين، ودي بتتقاس من خلال السوشيال ميديا، لأن كل واحد بيطلع اللي جواه من خلال اللي بيكتبه على السوشيال ميديا. فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل قعدة ودراسة مع المتخصصين علشان نعرف ليه اتغير رأي المصريين، وبيتغير مش بس كده، لا من عام لعام. يعني هتيجي 21 هنلاقي اتجاهات جديدة وأشكال جديدة وناس بتفكر بطريقة تانية، فده مهم جدا بالنسبة لنا. نروح لخبر محزن. النهاردة توفي الكاتب الكبير والمؤلف نبيل فاروق أو رجل المستحيل، صاحب طفولة يعني كتب كتير للأطفال،
وكتب روايات منها أدهم صبري وكل الكتب والألغاز والأعمال اللي خلدت سيرته عندنا وفي ذاكرتنا. الكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق هو علامة رائدة في تاريخ الكتابة عن الأعمال المخابراتية والقصص اللي الحقيقة بتنتصر لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية. ربنا يرحمه ويصبر محبيه. معايا على الهاتف السيناريست الأستاذ عمرو سمير عاطف. أهلا بحضرتك يا فندم. ألو أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والبقاء لله. البقاء لله، بنعزيك وبنعزي أنفسنا وكل المصريين، لأن هو الحقيقة كاتب كبير وساب أعمال كتيرة مؤثرة فينا. طبعا، وكلنا كل جيل وليد السبعينات وليد الثمانينات اتربوا على كتاباته وبدأوا بيها، وكانت بتشكل مرحلة مهمة جدا في تشكيل وعيهم وانتمائهم للبلد. نعم. وأي حد انتهى مهنة الكتابة أو مثقف أكيد اتأثر بأسلوبه واتأثر بكتاباته وأراله أكثر من عمل يعني، وكان ليهم تأثير كبير جدا في حياته بلا أدنى. يعني ايه اللي نقدر ان احنا نقول ان هو كان يتميز بيه في كتاباته، او طبعا ممكن ما نلاقيهوش تاني؟ كان له اسلوب مميز جدا جدا، يعني كان طريقته في الكتابه مميزه لدرجه ان هي مش لازم الواحد يبقى عارف مين اللي كاتب الروايه دي عشان يعرف ان هو دكتور نبيل فاروق. هو ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه كان عنده نزعه وطنيه قوية جدا، وحاول محاولات جدا ان هو يعني يشكل كل المغامرات والكتابات اللي هو كتبها بصبغة مصرية تخلينا نرتبط ببلد. فهو كان من اهم الاسباب اللي ادت لوجود نزعة وطنية عند جيل كبير جدا، ملايين من الشباب وملايين من الناس اللي قروا الكتابات بتاعته. مين يا فندم يقدر يعوض غيابه في الكتابة للاطفال يعني؟ لانه هذا المجال يمكن في ناس بس مش ظاهرين زيه. مع الوقت يعني، مع الوقت بيبان مين مثلا بيحتل مكانه، لكن اقصد اقول بس هو مش هيتعوض، لكن المكانه المهمه في الكتابه للاطفال او للمراهقين او للناشئ يعني مكانه بيشغلها يعني ناس بعد وقت بنبتدي نعرف بنبتدي نشوف مين قدر ان هو يشغل المكانه دي، لكن لازم تمر سنين طويله جدا. لكن طبعا احنا مش هنقدر نعوض الدكتور نبيل فاروق لانه راجل عظيم وكان له اسلوب مميز جدا جدا واثر في الجيل كله يعني. بشكر حضرتك والدوام لله، كان راجل عظيم يعني. بشكر حضرتك السيناريست استاذ عمرو سمير عاطف. النهارده الاجهزه الامنيه قامت بالقبض على المهندس صبري صدومه، لو تفتكروا هو الشخص اللي ظهر في فيديو بيرمي الفلوس من البلكونه بتاعته، بيوزع كده، بيطير الفلوس ويوزعها على الناس. اللي تابع القصه شاف الفيديو وهو بيرمي الفلوس، وكل واحد وحظه، في واحد اخذ 100 جنيه، حد تاني اخذ 200 جنيه، وحد اخذ 10 جنيه. الداخليه قالت ان هو الحقيقه كان عاوز يتشهر وتم القبض عليه. معايا على التليفون الاستاذ عصام صدومه، شقيق المهندس صبري صدومه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتوره جيهان، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالقناه واهلا باصحاب القناه. يعني احنا الحقيقه لما شفنا الفيديو استغربنا جدا، وقلنا ان هو حتى لو عاوز ان هو يوزع فلوس كصدقه او كزكاه او يعمل خير برضه مش هيقف في البلكونه ويطير الفلوس. النهارده النيابه امرت بالقبض عليه. قول لي حضرتك تفاصيل اللي حصل النهارده في النيابه وتفاصيل هذه الواقعه ايضا. والله يا فندم انا يعني كان في مجموعه من الصحفيين قابلوه من كام يوم وخدوا رقم تليفوني، وقالوا لي النهارده في بيان طلع من الداخليه ان تم القبض عليه من ساعتين، الكلام ده الساعه 12 الظهر. ايوه. فاتصلت بالبيت عنده قالوا لا ده موجود اهو، حتى كان بيسجل مع قناه ثانيه ما اعرفش اسمها، قناه الناس او قناه ما اعرفش كنوع من القنوات اللي هي خاصه دي. تمام.
واخد بال حضرتك؟ فقال لا ده انا بسجل اهو مفيش اي حاجه، وابتدت الناس تسال بقى، فسالوه في التليفون فقال لهم لا ده خبر كاذب انا موجود اهو ما تمش القبض عليا ولا حاجه. ولكن لما بحثنا في الموضوع لقينا ان في واحد قلده في بس يعني مصادر امواله يعني مع معلومه للناس كتير يعني بطريقه غير شرعيه يعني. فهو اللي تم القبض عليه يعني، هو اللي اتخذ وتم القبض عليه. يعني كان في واحد تاني بيقلده؟ اه امبارح واحد قلده فالنهارده اتقبض عليه، عشان الخبر نزل كده اللي بيوزع فلوس فقالوا هو صادق الصدمه، لكن اخويا موجود لحد هذه اللحظه هو موجود مفيش ما يتم القبض عليه ولا حاجه يعني. طب انا برضو عايز اعرف يعني هو بيعمل كده ليه؟ يعني الناس كلها بتتساءل. حضرتك والله هو كان بيوزع من تحت كده قدام الباب عادي، الناس فطرت عليه بطريقه وحشه فهو قلق فراح داخل وقفل الباب وطلع فوق وشقته في الدور الثالث في المنزل العماره بتاعت والدي يعني. بقول لك في الدور الثالث طلع بس من البلكونه لقى ناس كترت قوي وعمال يقول احذف احذف احذف، راح حذف لهم الفلوس. ده اللي حصل منه ان هو كان بيوزع من تحت عادي. بس فهو راح حذف لهم الفلوس من فوق واشترى دماغه يعني من اللي هو كان يوزع من تحت وكده. ولكن هو برضه في الاول وفي الاخر هو يعني هو كان يعني كان معاه قرشين زكاه فهو عنده 65 سنه فقال لك اوزعهم يعني قبل ما الحياه تخلص يعني مع الواحد يكون عليه الزكاه دي والزكاه دي هتبقى مين. طب هو ناوي يعمل كده تاني؟ والله يا بني ما انا قلت له الموضوع ده عمل قلق يعني بلاش منه خالص، وبعدين صدقه السر اعظم وافضل عند الله من صدقه العلن. اكيد. اعملها في السر وكده يعني، حتى انا كنت مترشح في الانتخابات 2020 اللي احنا فيها دي في دائره توسيم الوراق محافظه الجيزه. ولم يحالفنا الحظ يعني، وعملها مره وانا في الانتخابات واحد المسؤولين يعني كلمني وقال لي ما ينفعش كده، حتى الراجل كده يقول لك ده بيشتري الاحواض بالفلوس، وانا والله ما كده خالص. قلت له حتى انت بتضرني، لان دي انا مش اول مره انزل الانتخابات، دي خامس مره ليا او سادس مره بنزل انتخابات شعب وصوره، وخسرت انتخابات غرف تجاريه ومحافظه الجيزه. لم يحالفنا الحظ يعني، نتيجه ان المسؤولين الكبار بيبقوا هم دايما متحكمين في الانتخابات يعني. فانا ما والله يا فندم والله والله اللي عمله ده ضرنا اكتر ما افادنا، ضرنا اكتر ما افادنا. على العموم اذا كان هو او اللي قلده النهارده واتقبض عليه، يعني في النهايه هو سلوك يعني محتاج مراجعه، سلوك محتاج ان هو يبقى فيه اكثر عقلانيه واكثر رزانه. ولو هو فعلا عاوز يوزع فلوسه او يدي صدقه او زكاه فيبقى بهدوء شويه. بشكر حضرتك استاذ عصام صدومه، يعني شيء عجيب او تصرفات عجيبه الحقيقه احنا بنشوفها، يعني بنبقى مستغربين انه هل فعلا هو عاوز يتشهر؟ هل هو عايز يتصور؟ عايز يساعد الناس بس اتصرف غلط؟ الله اعلم يعني. بس في النهايه يعني اكيد العقل زينه يعني. طيب احنا فاصل وارجع استقبل ضيفي العزيز دكتور وسيم السيسي. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبيسعدني يكون معايا ضيفي العزيز الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات. مساء الخير يا دكتور وسيم. اهلا وسهلا استاذه جيهان. وحضرتك مش بس باحث في علم المصريات، حضرتك موسوعه كبيره في اشياء كثيره. شكرا شكرا جزيلا. نبتدي قبل ما نتكلم بقى عن موضوعاتنا الفرعونية، نتكلم الأول عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا. تعليق حضرتك كمجمل على الزيارة، شفتها ازاي؟ أولا بالنسبة لفرنسا، لأن فرنسا لها تاريخ عظيم مع مصر. نعم. ويكفي أن جان فرانسوا شامبليون هو اللي فك رموز الهيروغليفية، ولولا لما عرفنا تاريخنا. يعني فبالإضافة إلى هذا، يعني واضح يعني فرنسا ومصر في هذه الأيام على وفاق كبير قوي في كل حاجة، خصوصا في المسائل الإقليمية. يعني مثلا موقف فرنسا بالنسبة لليبيا رائع يعني جميل جدا، إن لابد أنها من يعني حل سلمي. نعم. فهي أضيف إلى هذا مثلا خطوط الترسيم اللي هي في البحر الأبيض المتوسط، هي واقفة معانا قلبا وقالبا. أيوة. لدرجة ان هي طلعت يعني قوات عسكرية بحرية لما ابتدت تركيا تتدخل. فالحقيقة وبعدين التعليق بتاع السيد الرئيس بالنسبة للقيم الإنسانية والقيم الدينية
وان دي لا تقل أهمية عن هذه، بل القيم الدينية أهم، وان ليس معنى الحرية هي ان انا اجرح في مشاعر الآخرين. يعني دي حاجة رائعة من السيد الرئيس. الحقيقة هذا الرجل منذ ان جاء هو مبعوث العناية الإلهية، هو اللي مشرفنا في كل مكان. نعم. شوفي موقفنا كان في أفريقيا شكله إيه دلوقتي، النهاردة مصر، شوفي أفريقيا كلها، مصر هي رمانة الميزان. شوفي في العالم كله شكله إيه النهاردة، العالم كله يعني بيستنير بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب. يعني مبعوث العناية الإلهية، هذا المصطلح اللي حضرتك ذكرته مصطلح هايل، حضرتك وصفت بيه الرئيس السيسي على أساس تاريخي علمي. نعم. أولا المخطط بتاع برنارد لويس أن مصر كانت هتتقسم إلى أربعة دولة أو دويلة مسيحية في الشمال عاصمتها اسكندرية، ومن جنوب الدلتا حتى أسيوط دولة سنية عاصمتها القاهرة. نعم. ومن أسيوط حتى شمال السودان دولة نوبية عاصمتها أسوان، وشرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية تحت الهيمنة الإسرائيلية. وده اللي هم بيسموه يعني الشرق الأوسط الجديد أو الخراب الأوسط الجديد، هو دي التسمية بتاعته. هو فعل الخراب الأوسط الجديد. هو ده طبعا، أنا بسميه كده. صحيح. خربوا ليبيا وخربوا سوريا وخربوا العراق وخربوا اليمن. وكان فاضل بقى مصر، اللي كونداليزا رايس كان بتقول إيه الجائزة الكبرى، مصر. ربك رب الجنود، قال مصر أدكوا وقدود، قوم على مصر دهيا بقى، طبعا بمساعدة الإخوان وهم مخالب القطة التي تستخدمهم الصهيونية العالمية. نعم. لغاية النهاردة فجاء بقى يعني الشعب مسلحا باسم الجيش، والجيش بيسند هذا الشعب الذي على استعداد أن يحمل السلاح، وطلع 33 مليون وقدهم مرتين ثلاثة في قلب البيوت، وتصدينا لهم ووقفنا هذا المخطط الشرير. وعشان كده انت فاكره بقى هيلاري كلينتون وباترسون كانوا هيجننوا. أيوة. لان خلاص لدرجه ان الاسطول الامريكي وصل الى هنا. بس طبعا في حاجات كتيره هتتعرف فيما بعد خلاهم يتراجعوا. فطبعا مبعوث العنايه الالهيه، لان مصر كانت ضايعه، كانت رايحه في ثقب اسود كبير بيلتهم المجرات وبيلتهم الكواكب، و احنا كنا ضايعين. فإن يعني في هذه اللحظة يعني المخزون الحضاري ممثلا في الجيش والشعب، لا دي عناية إلهية. العناية الإلهية هي اللي بعتت الرئيس السيسي في هذه الفترة للحفاظ أيضا على آثار مصر وممتلكاتنا الفرعونية الغالية قوي يا دكتور وسيم. اللي الناس ما تعرفوش كمان إن قبل كده كانت البعثات 99% منها أجانب. أيوه. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال 99% منها يكونوا مصريين. نعم. ولما المصريين مسكوها ظهرت العظمة بقى. اكتشفنا 50 تابوت يعني لسه كأنهم محطوطين امبارح، وقبلهم 100 تابوت اللي هي الاكتشافات بتاعت سقارة. فطبعا يعني الناس مش دريانة، يعني هدي حاجات ما هيش عارفة إن السيد الرئيس هو اللي أمر بأن البعثات بتاعت الاستكشاف فيك يا مصر يكونوا مصريين. قبل كده كانوا خواجات، وخواجات بقى ايه، مش المهم الاثار ياخدوها، المعلومات بقى. صحيح. يعني والمصري اولى باكتشاف تاريخه، بلده وتاريخه. طبعا طبعا، وهو اكتر واحد هيعتني بيها وهيخاف طبعا عليها. طبعا طبعا. طيب الموكب الكبير يا دكتور وسيم اللي احنا سامعين عنه، الحقيقة كلنا نفسنا نحضره، بس هم قالوا انتوا شوفوه في التلفزيون احسن. المتحف القومي للحضارة. ايوه، المتحف القومي للحضارة. حوالي 18 ملك واربع ملكات. صحيح. 22. 22. كلهم المومياوات 22 من 76. يعني انما دول اللي موجودين يعني. و اهمهم مين يا دكتور وسيم؟ اهم في ال 22 دول؟ تحتمس الثالث مثلا. في الاسرة 18، مؤسس الامبراطورية اللي امتدت شمالا وجنوبا وغربا والاخر. مش ده المهم كمان، تحتمس الثالث اللي خططه العسكرية استعان بيها لورد ألانبي في الحرب العالمية الأولى، واستعان بيها فيلد مارشال مونتجومري في الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الأولى لورنس العرب هو اللي نصح لورد ألانبي لما لقاه محتاس في الحرب بتاعته، قال لا اقرا اقرا الخطط العسكريه بتاعت تحتمس الثالث. فارى واخذ
خطة عسكرية اسمها عارونا. نعم. ونجح فيها. فتحتمس الثالث وبعدين تيجي تقري قوانين الحرب اللي كان وضعها ولا جنيف تقدر النهاردة تعملها. يعني يكفي من ضمن القوانين بتاعته حين يعلن الملك الحرب لابد أن يكون في مقدمة الصفوف وقد كان هو في مقدمة الصفوف. من ضمن القوانين أن الجنود وهي رجعة تحمل أبناء الأسرة. جنيف تعمل كده النهاردة أو تعملش كده يذبح الأسرة اللي بيعملوه النهاردة ده. دي كانت من ضمن الحاجة التانية أن هو كان يأخذ أبناء الملوك بتاعت الدويلات والكور اللي هو بيمر عليها ويأخذها عنده يربيها ويمصرها ويخلي المصريون الأمراء المصريين يختلطوا بالأسيويين عشان يطلعوا أصدقاء ما يطلعش مصر إيدها على الآخرين. لا لا أنا وإنت مش أنا عليك أنت وأنا يا أنت لا لا أنا وإنت. كان رجل جبار يعني وبيدرس في العالم كله خططه وأفكاره ومبادئه. ده تحتمس الثالث عندك رمسيس الثاني حدوته كبيرة دي من الأول للآخر اللي بيكلم عنه أمير الشعراء ويقول بايعته القلوب في صلب سيتي سيتي اللي هو والده. أيوه. يوم أن شاقها إليه الرجاء وشاقها يعني اشتاق إليه. من كرمسيس في الملوك حديثا ولرمسيس الملوك فداؤه. فرمسيس الثاني ولو حدوته كبيره اذا حبيت احكيها لك يعني. عندك صقل نراع اللي هو يعني بدايته وبعد منه ابنه الاكبر كاموس وبعد منه ابنه الاصغر احمس اللي هم حرروا مصر من الهكسوس. يعني وكانت حرب ضروس. يعني يكفي ان في هذه الحرب يقول لك توقفت النساء عن الانجاب من هول المعارك. يكفي ان تعرفي ان معركة واحدة بس مصر خدت من الهكسوس 300 سفينة. انا اقول 300 سفينة دي حرب عالمية يا جماعة. طبعا لما انا اخد 300 سفينة ان دول داخلين بكام ودول بكام. صحيح. 500 و500 مثلا. وتكسر 200 من هنا و200 من هنا بحيث انها حصلت على 300 سفينة. ايوه. وبعدين لازم ناخد عبرة. دخول الهكسوس ما كانش بحرب. كان passive invasion غزوة سلمية. دخلوا شوية 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 لغاية ما بقوا 3 مليون ابتدوا يتمكنوا. ناخد بالنا من الناس اللي بتدخل شوية بشوية بشوية. التاريخ هو وعاء للتجارب الإنسانية. خدوا بالكم دلوقتي احنا عندنا في مصر بعض الأماكن ما فيهاش مصريين. 6 أكتوبر مثلا. صحيح. خدوا بالكم يا جماعة. خدوا بالكم بعد 20 سنة ما تعرفش تقول سكت التلاتة كامل الناس دي. مال نتعلم ازاي؟ ده الشيء الوحيد الذي ينفرد به الانسان عن باقي الكائنات الحية انه كائن حي ذو تاريخ. لا تقولي لي ناطق في كائنات بتنطق ولا تقولي لي عاقل في كائنات عاقلة وتقدر تعمل حاجات جميلة وكل حاجة. انما بس تاريخ. يعني دكتور وسيم يعني نقدر نقول ان مصر طول عمرها بتستقبل كل الجنسيات. ما فيش مانع تستقبل بس الجنسيات دي ما يجيش تتحكم فيها بعد كده. وبتنصهر جواها. وبعدين انا لو مسؤول منتهى البساطة انت يا حبيبي تعالى عاوز تعمل مشروع 50% منه مصريين. عاوز تعمل مشروع حق انتفاع انما مش تمليك. حق انتفاع 10 سنين 5 سنين 20 سنة 50 سنة زي ما يكون. انما تمتلك لا. وهكذا يعني نقدر نتبادل الخبرات. دول يخدموا المصريين والمصريين ياخدوا منهم وهكذا. انما ما سيبوش كده يبقى مستقل يبقى دولة جوه دولة. ما الهكسوس ده اللي عملوه. بعد حوالي 30 40 سنة لقوا نفسهم 3 مليون حكموا على الملك ان يتقهقر ويسيب منف وهي العاصمة. نعم. ويروح لطيبة هناك. نعم. الأقصر. نعم. ووصل يعني التحكم بتاعهم الى درجة انهم قالوا له شوف لك حل في افراس النهر اللي هي بتزعجنا. الافراس نهر طيبة تزعجهم وهم في قلب البحيرة. لا لازم نتعلم شوية ولازم ناخد. طب دكتور وسيم خليني اسألك سؤال تقبله مني. الصورة اللي كانت موجودة الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا فتاة سقارة. ضايقت حضرتك؟ لا ما اتضايقتش. لا طبعا اتضايق ليه؟ وبعدين انا ممكن ارد على هذا يعني في اراء مختلفة تماما يعني. انما انا شخصيا ما اتضايقنيش. دي بنت جميلة وبنت مصرية والى اخره. لا هي انما الاثار وجودها يعني جنب الاثار اللي هي كانت عاملاه يا دكتور وسيم هل ينفع ان هي
الصورة دي تظهر بيها مثلا في أي مكان في العالم ويبقى دي صورة الفراعنة وراها الأثر المصرية؟ لا، أولا يعني الناس عارفة كويس إنها صورة يعني فتاة من القرن 21 وإنها بتتصور إلى جانب الآثار العظيمة ده، يعني ما فيش أي حاجة يعني أنا شايف إن إحنا ما نكبرش الأشياء، يعني الحاجات الصغيرة اللي زي دي ممكن حتى إذا كان هناك نقد، ما هي كلمة نقد معناها إيه؟ أن نذكر يعني الإيجابيات ثم السلبيات ثم طرق العلاج. فإيجابيات صورة زي دي، والله شوف ده احنا ممكن يبقى عندنا ملكة جمال العالم من مثلا يعني وان احنا نقدر ندخل مسابقات، واحنا داخلين مسابقات يعني اجمل فتيات وسلبيات اللبس ما كان مش قوي يعني لو كان شوية وطرق العلاج هي يعني. فالنقد لا يكون نقدا الا بالثلاثة دول. وعشان كده الفراعنة كانوا تخان ولا رفيعين يا دكتور؟ لا رفيعين كلهم، لان شغل باستمرار يعني المعمار الشاهق ده والاهرامات الرهيبه دهيا والعماره الرهيبه دهيا، بالاضافه للزراعه الى انها تصبح سله خبز الامبراطوريه الرومانيه، ده شغل والشغل ده عاوز لدرجه ان في مصر يعني بلاش كده العقاد رايه في الحته دهيا لما كان بيقول ان يعني بعض يعني الكور والقبائل التي كانت حولنا كان مقياس الجمال هو الست سمينة وكانوا يقولوا ان اساورها صوامت لان ذراعيها شبعة، يعني الاسوره ما تخبطش في الثانيه ما هي ما شاء الله، وخلاخيلهن صوامت برضو لان سوقهن جمع سوق شبعة واذا نهضنا تعثرنا لثقل اردافهن، تيجي تقوم تقع لان الارداف بتاعتها تقيله. دي كده الحلوه، دي الحلوه عندهم. وبعدين بيقول انظر إلى نفرتاري ونفرتيتي على الجداريات تكاد الواحدة منهن تطير من فرط الخفة والرشاق وهذا هو الجمال المصري القديم الذي عاد إليه العالم في القرن العشرين سابقين للعالم. أخيرا من 6 أشهر الأهرام جابت الموميا اللي في المتحف البريطاني اللي فاقوا على أن يعملوا لها إكس راي فلقوا عظمة الفخذ مكسورة جواها مسمار ومسمار حلزوني وله أجنحة صغيرة عشان ما يتحركش وحواليه الراتنجات العطرية عشان تثبته، لدرجة أن استشاري كبير في العظام في إنجلترا قال لو كنا عملنا الإكس راي دي من 50 سنة فاتت كانت وفرت علينا مجهود تطوير المسمار اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو زي مصر اللي كان بيستخدمه من 5000 سنة. طب يا حتشبسوت ما كانتش تخينة دكتور وسيم؟ يعني بعد هي كانت اولا هي كانت مريضه ويقال انها كان عندها كانسر يعني، وطبعا في حالات الكانسر بقى ما تقدريش بقى تحكمي كده او كده فيعني انما وبعدين ممكن مش معنى هذا انما الغالبيه العظمى يعني كانت مصر القديمه ترى حتى كانوا يتريقوا على وكان يعني من ضمن الكلمات بتاعت امين موبي كان يقول اذا تفشت السمنه في بلد فهذا دليل على كسلها وترهلها، ما بتشتغلش اذا تفشت، مش معنى هذا ان ما فيش في طبعا واكيد في، انما الغالبيه العظمى ناس بتعمل فالرشاقه طبعا كانت موجوده هناك. قبل الهوا حضرتك كنت بتكلمني عن ملكه فرعونيه اسمها كورونا. لا هي مش ملكه فرعونيه، دي بنت عاديه كانت في القرن الثاني الميلادي ودي كانت في العصر بتاع الراجل الروماني اللي كان اسمه ماركوس اوريليوس 167 ميلادية. واسم الاسماء لان كلمة كورونا معناها المتوجة ونقول كوروناري ارتري يعني الشريان التاجي لانه يغذي ملك الاعضاء وهو القلب، كراون يعني تاج ذا كينجز كراون او التاج بتاع الملك، فكورونا اسم فهي كورونا يعني المتوجة، ودي كانت موجودة وكانت قديسة وكانوا يتشفعون بها في الاوبئه، وهو ده الغريب بقى. طبعا الاوبئه زي الطاعون وزي الجدري وزي وزي الكلام ده، انما ما هوش اوبئه زي كورونا. كورونا في الوقت ده انا اعتقد ان هو يعني فيروس مصنع هرب من احد معامل الهندسه الوراثيه. طبعا ده احتمال وقد يكون نوع من انواع الميوتيشنز اللي هي التحورات التي تحدث في البكتيريا في الفيروسات في اي حاجه من الحاجات دي يعني. طيب أنا بستأذن حضرتك دكتور وسيم.
تفضلي. بما اننا بنتكلم عن كورونا، معايا بيان صادر من مجلس امناء جامعه سيناء برئاسه الدكتور حسن راتب، بيانه في الطالب يوسف فياض اللي توفى من عده ايام بسبب فيروس كورونا. نشوف البيان ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عقد رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء اجتماعا عاجلا وموسعا ضم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، ويعرب المجتمعون باسمهم وباسم جميع منسوب الجامعة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب الفقيد يوسف فياض، والذي توفي إلى رحمة الله منذ عدة أيام جراء جائحة كورونا. كما يعرب المجلس عن أسفه لكم المعلومات المغلوطة والافتراءات التي أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام بشأن وفاة الطالب، كان الغرض منها تشويه الحقائق والوقيعة بين الجامعة وأبنائها الطلاب. وقد وافق المجتمعون على تشكيل لجنة عاجلة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من محادثات قيلت أنها تمت بين عميدة إحدى كليات الجامعة وبعض طلابها، وسيتم إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من حقائق للجميع وبشفافية مطلقة. وتؤكد الجامعة أنها تلتزم بكافة المعايير التي أقرتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع الجائحة وتطبيق التباعد الاجتماعي على أعلى مستوى، حيث يتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة، كما أنه لا يسمح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بدون ارتداء الكمامة الطبية الواقية. وشدد المجلس على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بهذه الإجراءات الاحترازية. وفي هذا السياق قامت الجامعة بتقسيم طلاب كل فرع إلى مجموعتين منفصلتين، يتم حضور كل منهما للجامعة في أيام منفصلة للتقليل من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي في المدرجات وقاعات الدراسة بما لا يتخطى نسبة 50% من سعة هذه القاعات. وتؤكد الجامعة على أن لديها غرف عزل مجهزة في مدنها الجامعية، وكذا عيادات طبية مجهزة وطبيب مناوب على مدار الساعة، وتقوم بنقل الحالات المشتبه فيها لإجراء التحاليل اللازمة في أقرب المستشفيات المجهزة، أو تقوم بنقلهم إلى مستشفيات القاهرة إذا استدعى الأمر. في نهاية البيان نؤكد مرة أخرى أننا نهتم بصحة أبنائنا الطلاب لأنهم ثروتنا الحقيقية والوحيدة، ولا يمكن التهاون في صحتهم أو مستقبلهم بأي حال من الأحوال. جامعة سيناء. مجلس أمناء جامعة سيناء زي ما حضراتكم شفتوا بينعي وفاة الطالب يوسف فياض الله يرحمه، وبينفي كل الشائعات اللي ممكن تكون اتقالت أو موجودة على السوشيال ميديا أو على الساحة. وزي ما حضراتكم شايفين أنه في إجراءات احترازية والتزام بيها في جميع الصفوف وداخل الحرم الجامعي وبين كل الطلبة. ويوسف الله يرحمه يا رب ويصبر أهله، لما توفى توفى خارج الجامعة، وهو كان مصاب بفيروس كورونا الحقيقة، لكن هو ما قدرش ان هو يكمل الامتحانات واعتذر عن أداء الامتحانات وأخذ أجازة للعلاج وتوفي خارج الجامعة. نرجع لدكتور وسيم السيسي. طيب دلوقتي انا حضرتك كنت بتكلمني عن الفتاة اللي اسمها كورونا الفرعونية. ما قلنا انها في القرن الثاني الميلادي وانها كانت شفيعة لانها كانت قديسة للناس في وقت الاوبئة. نعم. بس يعني يعني كان لها تأثير ايجابي يا دكتور وسيم. قديسة. قديسة. طبعا تأثير إيجابي من ناحية الإيمان يعني ناحية نفسية طبعا لأن معروف جهاز المناعة بيقوى
يعني معروف حتى اي انسان مريض لما بنشجعه ونقول له لا دي حاجه بسيطه وبتاع مفروض يعني. حتى انا فاكر احد الاساتذه بتوعنا سال احد الطلبه ايام البكالوريوس قال له واحد مريض في حاله صدمه ايه العلاج اللي تديه له عن طريق ودانه؟ فالطالب فكر كده قال له ميه ساقعه، قال له انا هسقطك 6 أشهر عشان تعرف ان كلمات التهدئه والتقويه والناحيه النفسيه مهمه جدا في الحالات اللي زي دي. فده طبعا هو كان الاستاذ الدكتور حسن ابراهيم ابن علي باشا ابراهيم. على اساس ان الناحيه النفسيه بتلعب دور كبير قوي، فطبعا الايمان وان الله سوف يشفي والى اخره طبعا ده دور مهم قوي. طيب لو حبينا نحكي عن رمسيس الثاني. من اهم الشخصيات الفرعونيه اللي رمسيس الثاني ده له قصه لطيفه قوي. اولا المؤسف ان يعني اليهود يقولوا ان رمسيس الثاني هو فرعون الخروج او الملك اللي كان موجود وقت الخروج. طبعا الكلام ده غير صحيح، واللي ضحضه ست عالمة كبيرة قوي اسمها كريستين لاروشدا نوبل كور، مطلعة كتاب الطبع منه كام نسخة؟ 1,000,000. وسميت هذه السيدة بصاحبة 1,000,000 نسخة. وقالت رمسيس الثاني مالوش دعوة بالكلام ده، ده راجل عاش لغاية 96 سنة ما يتحركش ولا يقدر يروح بحر ولا مش بحر ولا الكلام ده كله. والكتاب بتاعها اسمه رمسيس الثاني وطبع منه 1,000,000. ايه الحكاية بقى؟ كان في واحد طبيب مغربي واخد جنسية فرنسية وكان اسمه موريس بوخية. بوخية ده اسم مغربي، نعم، سمى نفسه موريس بوكاي. جاء مصر هنا وتصاحب وتعرف على عديل الرئيس السادات اسمه ابو وفي. فضل يضغط عليه ويقول له رمسيس الثاني ناخده وبتاعه حاجات من دي. في الاول الدكتور الرئيس السادات رفض وبتاعه، حملة شعبية جامدة قوي كان فيها نعمة أحمد فؤاد، نعم. فتراجع الرئيس السادات أياميها بقى طبعا 73 المجيدة وبتاع جسكار دستان جاء زارنا هنا في مصر. فضغط على الرئيس السادات على أن رمسيس الثاني يروح فرنسا، وفعل مع أن قبل ما يروح على فكرة جمال مختار لما قابل جسكار دستان قال له هل تقبل أن الغطا بتاع تابوت نابليون بونابرت يجي هنا مصر عشان تاخد رمسيس الثاني عندك في فرنسا؟ فرد عليه رد غير كريم، قال له احنا نعرض هذه الاشياء بطريقه افضل مما تعرضونها انتم في مصر. فراح مين بقى كان معاه؟ مين؟ لبيب حبشي. معالم كبير واثار اثاري كبير والصعيدي. قال له بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له سلو بلدنا ما فيش ميت يخرج ويسيب البلد بتاعته، ايه رايك بقى؟ لدرجه انه يظهر راح يشتكى جسكار دستان، فجاء واحد لجمال مختار قال له مين الجلف اللي جنن الراجل ده وبتاع، يقصد على مين؟ لبيب حبشي. المهم طلع رمسيس الثاني بباسبور احد ملوك مصر السابقين، واستقبل في مطار شارل دي جول استقبال كملك، وخدوه على القاعه بتاعه الفحص والدراسه بحجه انه جات له بكتيريا وممكن تعمل تحلل وبتاع، اللي بقى له 3000 4000 سنه سليم قال يعني جاله تحلل دلوقتي. المهم و21 طلقه في المطار وبتاع، تاني يوم يجي موشيه ديان بتاع اسرائيل ويروح يدخل القاع بتاعه الفحص وبعصا المرشاليه يضربه في رجله ويلكزه ويقول له اخرجتنا من مصر احياء، اخرجناك من مصر ميتا. بيتكلم على الخروج بتاع بني اسرائيل. ايه ده؟ هو ده يحقق فعلا اللي قاله سيجمنت فرويد، عقده اليهود الازليه هي الحضارة المصرية القديمة. ويحقق أيضا ما قاله أمير الشعراء، إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مقيم. والمصيبة الأكبر بقى إن المذيع الفرنسي هناك قال على العالم كله سنعرض عليكم شيئا أخطر من نزول أرمسترونج على سطح القمر. العالم بقى كده، إيه بقى اللي أخطر من نزول أرمسترونج على سطح القمر؟ وإذ به يعرض رمسيس الثاني عاريا من لفائفه 20 دقيقة ويقول هذا هو الملك الذي أخرج بني إسرائيل من مصر، هذا آخر قلة أدب. الهيرالد تريبيون احتجت
وآلة الملك الذي كان يسجد بين يديه الأسرى يطلبون منه أن يهبهم نسبة الحياة لا يجب أن يعرض هذا العرض المهين. قامت مظاهرات كبيرة قوي وتزعمتها كريستين لاراج دي نابركور وطلعت الكتاب بتاعها اللي هو رمسيس الثاني وقالت أن التوراة ظلمت رمسيس الثاني ظلما بينا. هي الحقيقة التوراة ما قالتش رمسيس الثاني، التوراة قالت فرعون وبس. وفرعون فرعون ده اسم واحد، ورمسيس الثاني ما اسموش فرعون، وحتى كلمة فرعنة كلمة غلط، مفيش حاجة اسمها فرعنة، ده كلمة فلاندرس بيتري. المهم رجع بقى رمسيس الثاني، طبعا مصر احتجت طبعا وبتاع، انما رجع ايه بقى هيوميديتي اللي هي رطوبة معينة ودرجة حرارة معينة ولا اخره بعد ما كان يعني. فطبعا دي كانت حاجة مؤسفة يعني، ودي تعلمنا برضو ان حاجتنا ما تطلعش بر يعني ملوكنا والى اخره. طب دكتور وسيم، في حاجة يعني ناس بتقولها على طول وانا مش عارفة معناها لغاية دلوقتي، ليه ايه لعنة الفرعنة؟ ليه لعنة الفرعنة؟ هو شوفي ايه وجه اللعنة اللي عندها؟ هي مش وجه، هي حبة احداث حصلت غريبة فهم بيربطوها. يعني مثلا نابليون بونابارت جه وبتاع وعمل وبتاع، فنجد في كبار الحوادث في وادي النيل القصيدة العظيمة بتاعت امير الشعراء وبيتكلم على نابليون بونابارت، فبيقول جاء النسر ينهب الارض نهبا حوله النسور زماء يحلم ان يشيد على دولة النيل مملكة يا لرب من احلام العظماء. سكتت عنه الاهرام يوم عيرها نابليون بانه جاء مصر يعني، ولكن سكوتها استهزاء، فهي توحي اليه ان تلك واترلو، واترلو هي الموقع اللي اتهزم فيها نابليون واصبح اسير في انجلترا. فهي توحي اليه ان تلك واترلو قادمه، اين الجيوش اين اللواء، من جرح الاهرام في عزتها مشى الى القبر مجروح الاباء. اللي يجرح الاهرام يتبهدل في نهاية. دي حاجة. حاجة تانية نجد مثلا لما هوارد كارتر اكتشف المقبرة سنة 22، وكان الذي يمول المقبرة مين؟ لورد كارنارفون. نهبوها وسرقوا منها لدرجة برضو امير الشعراء ابتدى يعاتب اللورد كارنارفون ويقول له انت سرقت وحيد الدين واخر خلفاء الخلافة العثمانية حي، مش هتسرقوا توت عنخ امون وهو ميت. فبيقول له اخا لوردتي سمعت لغوا اي كلام عذرا للغضاب المحنقين، احنا كنا غضبانين يعني. يقول الناس في سر وجهر وملك حيلة في المرجفين، اهي حبة اكاذيب ما تزعلش، بس الناس بتقول ايه؟ امن سرق الخليفة وهو حي، لان ايامها انجلترا سرقت وحيد الدين على البريجة ملايا وخدته على مالطا وكان اخر خلفاء الخلافة العثمانية. امن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين، ده انتوا سرقتوا الخليفة حي، مش هتسرق توت عنخ امون وهو ميت؟ هو كان بيعاتب. انما بقى هنا وجه اللعنة ايه بقى؟ ان لورد كارنارفون ما كملش سنة ومات. لدرجة ان كان من ضمن الحاجات اللي اهدوها لبنت ملك انجلترا في ذلك الوقت العقد بتاع زوجة توت عنخ امون، فراحت العامل صدرها وقالت كيرس اوف فاروز، هذه لعنة الفراعنة، وما رضتش تلبسه. ليه بقى؟ لان اللورد كارنارفون ما كملش سنة ومات فهي طبعا خافت. ومات بايه؟ قال ايه؟ طبعا لا، قصة المود دي لها حدوتة كبيرة قوي. هم موتوه لان طبعا في برديات وجدت في مقبرة توت عنخ امون خطيرة جدا جدا جدا، وابتدى يتكلم عنها وابتدى يطلع اسرارها والى اخره، فخلصوا عليه وقالوا ناموسة موتته وبتاع وكلام من ده. حاجة تانية، واللي كتب الكلام ده اندرو كولنز في الكتاب بتاعه اللي هو توت عنخ امون The Conspiracy of Exodus، مؤامرة الصمت. مؤامرة الخروج، خروج بني اسرائيل. المهم دي يعني حدوتة تانية ومثيرة جدا جدا. والكتاب ده طلع واتصادر بعدها ما فيش بسنة، يعني طلع في أمريكا في سنة 2002، بعد شهرين ثلاثة شالوه لأن كان في حاجات خطيرة جدا خاصة بالبرديات التي وجدت في المقبرة بتاع الدهاين. فاعتبروا ده كيرس اوف فارو أو لعنة الفرعون. البوق بتاع إعلان الحرب بتاع توت عنخ آمون من ضمن الحاجات اللي اتسرقت وراحت للبي بي سي، فطلع واحد سنة 39 يقول هتسمعوا صوت من حاجة ما طلعتش بقالها 3200 سنة. وإذ به ينفخ في البوق، يقول لهم ده البوق بتاع توت عنخ آمون الذي كانت تعلن به الحرب. بعدها بساعة انجلترا أعلنت الحرب على المحور اللي هي ألمانيا واللي معاها ده، هي كلها قالوا كيرس اوف فاروس لعنة الفراعنة مرة تانية. وهكذا.
انما هي اعتقد انها كوينسيدنس او مصادفات. طب الحشره يا دكتور اللي ظهرت من اسبوعين حوالي في الاقصر اي والناس حاولت ان هي تشوف لها حل او تموتها، لكن الحقيقه ما كانش في اي حلول لها، حتى اللي بيشتغلوا في الاداره البيطريه نفسها بيعملوا مركبات عشان يموتوها لكن مش عارفين يموتوها، فقالوا ده نوع من انواع لعنه الفراعنه علشان الاكتشافات اللي بتحصل هناك او الشغل اللي لا بيحصل. لا 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 لا، وايه الحشره دي؟ انا اول مره اسمع عنها يعني. ما حشره سودة كده صغيره شبه الجعران يا دكتور، ظهرت من اسبوعين في الاقصر. لا ممكن بقى، وبعدين ازاي يعني ما لهاش حل؟ مش عارف. لا يعني انا ابحث هذا الموضوع واشوف، انما من هذا يعني هم بعد كده موتوها يا دكتور او لاقولها ما طبعا ضروري، لكن يعني ساعتها قالوا ان دي لعنه فراعنه. هو لما الواحد ما بيبقاش عارف هو يخليه يخمن بقى اي حاجه. انما طبعا لهاش دعوه بالحاجه دي. طب قول لي يا دكتور وسيم، انما احنا نقول ليه بركه الفراعنه ده؟ هم لولا بركتهم يعني، شوفي يعني هي مصر بتتالق بايه غير بهذا التراث المصري القديم؟ يعني هنتالق بايه؟ زراعه ما احناش في الزراعه، صناعه مش في الصناعه، في العلوم ما احناش في العلوم، ما فيش غير المخزون الحضاري والحضاره المصريه، وهي دهين بركه الفراعنه وليست لعنه الفراعنه. صحيح. طب قول لي يا دكتور، يعني احنا كنا بنسمع انه في بعض الفراعنه، كلمة فرعنة دي بس سوري فور انتربشن. طب اقول ايه؟ ان كلمة فرعنة دي مفيش حاجة اسمها فرعنة. كلمة فرعنة دي اللي جابها فلاندرس بيتري، وفلاندرس بيتري كان مصري بريطاني الجنسية، يهودي الديانة، صهيوني الهوى. هو فلاندرس بيتري صحيح عالم اثريات اثر كبير قوي، وهو اللي اكتشف اللوحة بتاعت انشودة النصر. انما كان الله يرحمه محسن لطف السيد اللي عمه احمد لطف السيد باشا، ده كان يقول لنا، هو كان يقرا الهيروغليفيه زيي، وانا يعني ياما سمعنا له وياما تتلمذنا على ايدين هذا الرجل. كان يقول هذا الرجل هو فلاندرس بيتري مغرم بالتفعيص في التفسير. يعني اقول له ازاي يا دكتور محسن؟ يقول عاوز يجد كلمه فرعون التي جاءت في العهد القديم في التوراه ان لها وجود في التاريخ المصري. أيه. مش لاقي. جاب الخراطيش بتاعت الملوك كلها 76 ملك، يبص على الخرطوش اللي هو فيه اسم الملك وخمس صفات. ايوه. يدور على كلمة فرعون مش لاقي. انما في كلمة البيت العالي، بيت يعني بر وعالي يعني عا، بر عا. دي في الكلام العادي بتاعنا، اللغة المصرية القديمة فيها كم كلمة؟ 4.5 مليون كلمة. وكم لها كم رسم تفسيري؟ 8700. المهم. فوجد كلمة برعاء راح فعص فيها، برعاء ممكن تبقى فرعاء وفرعاء ممكن تبقى فرعو وفرعو تبقى فرعون، اهو فرعون اهو فرعون كويس، في فرعون كاسم. ايوه. حتى في القرآن الكريم بيقول له يا فرعون يا فرعون يا احمد يا سمير يا علي اسم. ايوه. ما تجيش انت بقى تاخد الاسم ده وتجعله صفة وتصف به الملوك كله. لا. وقال فرعنة، منين جبت الكلمة دي بقى؟ طب في منهم يا دكتور وسيم، كنا بنسمع ان في منهم بياخدوا مخدرات، بيتعاطوا المخدرات. فرعنة؟ ما كانوش يعني يعملوا. بينتشر الكلام ده تهريج هذا الكلام. ده تهريج هذا الكلام، ومقالتي يوم السبت القادم رد على هذا الكلام. تمام. والعنوان يعني ده ليس له اساس من الصحة. طبعا هم دول مدمنين زي ما طلع على مش كلهم. قناة أنا مكملين يعني بعضهم هيقدروا يعملوا زراعة ويقدروا يعملوا صناعة ويقدروا يعملوا علوم. ده لسه من كام سنة 4 من العلماء أرشيبالد تشيز مانج بيل جمعوا 36 وثيقة أصلية من البرديات في الرياضيات المصرية القديمة. ده يكفي. أنت تعرف الراجل اللي عمل القانون الثاني لحركة الأجرام السماوية مين؟ هو كيبلر. له كتاب اسمه كونفيشنز الاعترافات. يقول ليغفر الله لي ربنا يسامحني سرقتي هذه القوانين من على التماثيل الذهبيه في مصر القديمه. بقى الناس اللي بتعمل العلوم دي كلها نيجي نقول مدمنين وكلام فارغ جدا. انا بسال حضرتك الاسئله دي ليه؟ لا لانه لا لا ديت بنلاقيها على السوشيال ميديا وبنلاقي الناس بتتكلم فيها. هم بكل اسف ده بيقولوا ايه؟ انتهز فرصه حضرتك وجودك معايا وتصحيح المفاهيم. ده بيقولوا انا اللي بقول كده. انت اللي بتقول انا مش يعني طب اختار واحد مش عاشق للحضاره المصريه. يعني تيجي انا اللي هقول عليهم بالشكل ده؟
بيقول لك الدكتور وسيم السيسي بيقول ان هم كانوا مدمنين وكانوا 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 ده الكلام. طب اختار واحد تاني تبقى معقوله يعني. عشان كده انا ردد عليهم في المقالة الأسبوعية بتاعتي يوم السبت الجاي، أرجو أنك أنت تقريها والمقالة بعنوان. أو يمكن أحد العلماء اللي قال أنه رمسيس الثاني كان بيشرب خمرة أو ما كانش يعيش 96 سنة. ده أمين موبي في نصائحه يقول إياك أن تكثر من الشراب لألا تصبح كالمجداف المكسور. المجداف اللي هو بتاع المركب. تمام. يعني كان يحذر من هذا. مصر عملت الحنكت، عارفة الحنكت اللي هي البيرة اللي هي خدتها هولندا، وطبعا الحاه ما يعرفوش ينطقوها فبقت هنكت، وراحوا مدينها اسم تجاري هنكن، مفروض نطالبهم بحق تسمية بتاعتنا دي لانها اسم مصري قديم. هنكن طيب. دي هي دي وعملوا النبيت ايضا. انما مش معنى هذا مدمنين. مدمنين ايه؟ اما تقري العقاقير اللي مصر عملتها هنجد انهم عرفوا مواد تذيل الالم اللي هي جذور شجرة الصفصاف. شجرة الصفصاف دي اللي الفلاحين يسموها ام الشعور لانها بتاع نازل في المايه كده بتاع. ايوه. جماعه الفرنسيين يسموها ايه؟ بلوريز، شجرة البكية، لان المايه بتاعت النهر تيجي عليها وبعدين تقعد تسقط نقط كده كانها دموع، فمسمينها بلوريز. مصر القديمه كان من الجذور ده هي طلعت عصير اللي هو دلوقتي فيليكس هوفمان عمل منه الاسبرين، لان عرفوا ان هو ماده سمرة أبو النوم. كانوا بياخدوا اللبن بتاعها يلحسوا بيه الأطفال عشان ينام نوم هادئ وجميل. اللي هو لما بنركزها 15 مرة بتبقى مورفين، ومورفين جاية من مورفيس، ومورفيس اللي هو رب الأحلام. طيب السر يا دكتور وسيم اللي حضرتك إيه؟ بتفكر فيه أو مهموم بيه أو نفسك تكتشفه لغاية النهاردة عن مصر القديمة، في حاجة إيه؟ البرديات والأوراق اللي هو اسمه ايه ده، هو ان اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون دي غصب عنه اتخذت منه. ليه بقى؟ لان لما السرقات تمت من المقبرة كان 5000 قطعة، ضاع منها حوالي 2000 قطعة. نعم. فكان اياميها وزير الاثار كان واحد اسمه مرقس باشا حنا في وزاره سعد باشا زغلول، فراح ايه ببرشم المقبره. فاسمه ايه ده، هو ان راح له اللي هو اللي اكتشف المقبره ده هي وقال له لازم ادخل، قال له مش ممكن. راح لسعد باشا زغلول هوارد كارتر هو ده اللي راح، راح لسعد باشا رئيس الوزراء قال له مش ممكن. رفع قضيه خسرها. راح المندوب السامي البريطاني قال له لازم ادخل المقبره، قال له ما اقدرش. قال له بقول لك ايه، انا في جيبي هنا برديات، البرديات ده هيا لو اتعرفت هتقلب القصه بتاعت الخروج بتاع بني اسرائيل. ايه رايك؟ راح حدفه بالمحبره ما جاتش فيه، دخلوا سلكوه من بعض. تاني يوم المقبره كانت مفتوحه واتخذت الاوراق ده هيا، البرديات ده هيا، لان كان هو مع الان جاردنر ابتدوا يترجموها، هوارد كارتر والان جاردنر. راحت فين يا دكتور البرديات دي؟ راحت بقى ما تنسيش ان اسمه ايه ده، هو ان لورد كارنرفون كان متجوز بنت راجل يهودي كبير قوي، واخد بالك؟ فراحت للجماعه دول باختصار يعني، طبعا لانها واضح انها يعني كانت هتغير الحديثة كلها من اولها لاخرها. فانا نفسي البرديات دي كان فيها ايه؟ ما تقولي لي نفسك تعرف ايه؟ اقول لك اعرف. وعشان كده في بدايه الحديث بتاعنا رحبت بالقرار بتاع السيد الرئيس ان 99% من البعثات اللي بتعمل استكشافات تكون من المصريين، عشان الاجانب ما ياخدوش الاسرار دهيا ويقعدوا على مزاجهم يلعبوا فيها صحيح. حاجتنا احنا اولى بيها يا دكتور. طبعا. بشكر حضرتك دكتور. الوقت مر بسرعه كده. والله يا دكتور انا نفسي اقعد مع حضرتك اكتر من كده، وبدعوك ان احنا يكون في لقاءات كتيرة ان شاء الله مع حضرتك. وهنشوف الموكب ال 22 ملك اللي هيعدوا من ميدان التحرير. تحياتي من هنا لمدير المتحف اللي هو الدكتور محمود مبروك. ايوه. والحقيقه قال لي حاجه لطيفه قوي تهمك وتهم الاخرين،
هو لما قال لنا ايه لما قابلته هناك ودعاني قال لي احد رؤساء الوزارة السابقين جالي فانا ما وريته نسيج يبص فيه شوف الناحية التانية. قال لي ايه ده؟ قلت له ده نسيج من مصر القديمة من 4000 سنة فات. قال لي مش معقول. قلت له هو كده. المهم بعد عناء اقنعه. تاني يوم بعت له 100 مليون كان جاية للدول عشان تعمل بيهم المتحف. فمتحف الحضارة المتحف القومي للحضارة يعني دكتور مبروك أنا بوجه له التحية من هنا من هذا المكان وبقول له يعني شيء جميل جدا. وكنا اتفقنا على أن كل ملك من الملوك دول هيبقى اوتوفيجوال يعني زي ما تقولي ايه تسجيل. أيوة. بحيث ان اي واحد يضغط على الزرار كده يقعد بقى الملك يكلمه عن نفسه ويقول له انا وانا 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 حاجه رائعه. وسبع معارض في معرض رئيسي وبعد كده معرض خاص بمثلا الحضاره والنيل الحضاره والكتابه الحضاره والمجتمع الحضاره والعقائد الحضاره ست معارض وبعدين اخطرهم هو المعرض اللي فيه ال 22 ملك هم 76 ملك بس في ملوك كتيرة مش موجودة زي خناتون رغم ان هو ملك يعني مشهور قوي انما مصر القديمة تسميه ذهرتك فيرو او الفرعون المارق وازاي ان هو في تل العمارنة في المينيا عمل القصر بتاعه فاطلقوا على هذا المكان الارض النجسة لانه فتت مصر بعد ما كان تحتمس الثالث اللي هو مؤسس الامبراطورية سلموا بلد عظيمة جدا ضيعها في الدروشة الدينية بتاعته وبرضه هنا الدرس المستفاد الدروشة الدينية ضيع البلد التفكير العلمي هو الذي ينهض بالبلد. أكيد بشكر حضرتك دكتور وسيم السيسي. بشكركم مشاهدينا إلى اللقاء حلقة جديدة 90 دقيقة صباح الخير.